نروح دلوقتي لخبر عن منظمة البريكس. في قمة مرتقبة ينتظرها العالم كله لمنظمة البريكس لموافقة قادة المجموعة على انضمام دول جديدة للمنظمة. تقدم بطلب الانضمام 23 دولة، من بينهم 8 دول أفريقية كان من ضمنهم 8 دول عربية، كان من ضمنهم مصر. عشان نفهم بقى ايه منظمة البريكس وليه مصر عايزة تنضم ليها، خلونا نرحب بالدكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع. دكتور برحب بحضرتك وصباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير يا استاذ اندرو، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية عايزين حضرتك بقى تدلنا فكرة عن منظمة البريكس ومؤسسيها. طبعا تجمع بريكس ده تجمع مهم جدا، من اهم التجمعات الاقتصادية في العالم. بدأ كفكرة وتم تطبيقه بصورة تدريجية منذ عام 2006. بيشكل مجموعة مهمة من الدول، الصين، الهند، روسيا، البرازيل، جنوب افريقيا. بيضم نحو 40% من سكان الكرة الأرضية، نحو 26% من مساحة العالم، نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي. بالتالي نحن أمام كتلة اقتصادية ضخمة جدا. هذه الكتلة الاقتصادية بتبحث عن إطار جديد للتعاون، بتبحث عن إنشاء منظومة جديدة أو نظام اقتصادي موازي لنظام بروتون وودز. هذا النظام اللي بتحاول دول بريكس أن تخلقه من خلال مجموعة من المؤسسات اللي بدأت، مثل إنشائها لبنك التنمية الجديد. هذا البنك الذي بدأ برأس مال وصل نحو 100 مليار دولار، واللي بيكون وتم إنشاؤه ليكون موازي للبنك الدولي، وبيقدم تمويلات في نفس أغراض البنك الدولي. التكتل بيستهدف أن يكون هناك نظام جديد وعدم الاكتفاء بمؤسسات بروتون وودز، وأن تكون هناك مؤسسات مالية واقتصادية أخرى تخلق تعاون ما بين دول تلك المجموعة. طب هل هيكون في أثار بقى على الدولار؟ يعني منظمة البريكس هيكون ليها أثار كبيرة على الدولار؟ هي بريكس مش بتحارب الدولار، ولكن يعني ما هي بريكس ما لهاش هدف ان هي تدخل في صراع مع عملة الدولار، ولكن ما تقوم به بريكس بيؤدي بصورة غير مباشرة الى عدم الاعتماد على الدولار. يعني البريكس بتستهدف نظام جديد، بتستهدف تبادل تجاري بالعملات المحلية، بتستهدف ايضا في المستقبل ان يكون هناك عملة موحدة ما بين الاعضاء. أيضا بيبحثوا عن نظام مدفوعات بعيد عن نظام سويفت العالمي. المقومات اللي بتقوم بها أو الإجراءات اللي بتقوم بها بريكس بتخلق إطار جديد للتعاون بعيدا عن الدولار. بالتالي فهي دول بريكس بتبحث وبتتجه نحو نظام جديد موازي للدولار، ولكنها لا تدخل في صراع مباشر مع تلك العملة. طب ايه بقى اللي ممكن تستفيده مصر من انضمامها للبريكس؟ طبعا انضمام مصر لهذا التجمع ده شيء مهم جدا، وبدأت ارهاصاته بدخول مصر وانضمامها بالفعل البنك التنمية التابع لبريكس كخطوة اولى، واللي من خلال انضمامها للبنك وانضمامها للتجمع بصفة عامة يمكن لها ان توفر تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية، يمكن أيضا أن تعزز من عمليات التجارة البينية ما بينها وما بين دول التكتل، سيما ومع إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل، مع رفع معدلات التبادل التجاري ما بينها وما بين الدول. يمكنها أيضا التعاون في مجال التكنولوجيا والدعم الفني وتبادل الخبرات. طبعا تكتل كبير، ومصر منفتحة على هذا التكتل مثلما هي منفتحة على التكتلات الأخرى في العالم، يعني زي الكوميسا الإفريقي، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، مثل لديها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. فمصر
يعني هتستفاد بشكل كبير أن يكون لديها تشابكات اقتصادية مع الجميع في العالم. طيب هل البريكس هتصبح بديل لمنظومة الغرب؟ البريكس بتتجه إلى أن يكون هناك نظام موازي، ولكن بس اللي أنا عايز أكده أن بريكس مش هتحقق لنا أكتر من اللي هنقدر نحققه لنفسنا. يعني عندما تقوم بريكس بتنظيم عمليات التبادل التجاري، بخلق تعاون من العملات المحلية، مهم جدا أننا يكون عندنا منتج بس أن احنا ندخل به في تبادل، فزيادة الإنتاج هي المقاوم الرئيسي لإنجاح حركات مصر في التجارة الخارجية، وأن يكون لدينا ما نصدره، ثم نبحث بعد ذلك عن طريقة تصديره إن كانت بالدولار أو بالعملات المحلية أو بغيرها من العملات. فالمقاوم الأساسي وأساس النجاح هو أساس محلي من خلال زيادة الإنتاج المحلي. دكتور وليد جبالة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة.